بدأت حياتها العملية كمصرفية، إلا أن طموحها قادها للعمل الإعلامي، وكما يقال للإنسان من اسمه نصيب، فبريقها ولمعانها جعلاها تتجه للبزنس وتطلق علامة المجوهرات الخاصة بها. جوهرة الإعلام العربي، لجين عمران مع عبد الله. مساء الخير مشاهدينا، ومساء الخير للإعلامية لجين عمران. مساء الأنوار لك وعبد الله للمشاهدين. أكيد حياك الله، منورتنا ليالي الكويت. الله يحييك، تسلم يا رب. نتكلم بداية عن زيارتك اليوم للكويت. أول مرة صراحة أتلقى هذه الدعوة من الملتقى، كثير كنت سعيدة وكثير مبسوطة. أشكر كل القائمين على الملتقى، وعلى رأسهم أخوي وزميلي ماضي الخميس، يعطي ألف عافية على كل التنظيم والتنسيق وطولة البال معي، لأنك كنت بعض الأحيان أتأخر في الرد بسبب مشاغلي وسفراتي، بس يعطي ألف عافية على كل حال. الفن والإعلام تجربة ذاتية هو عنوان الندوة التي كان من المقرر أن يديرها الإعلامي نيشان في الملتقى الإعلامي العربي، إلا أنه اعتذر بآخر لحظة بسبب مرض والدته، وأسندت المهمة للوجين. اليوم معتذر زميلك نيشان عن تقديم الجلسة الحوارية مع الفنانة أم فهد، شلون شفتي هذه الجلسة؟ أول شيء قبل ما أقول رأيي في الجلسة، أول شيء أوجه تحية لزميلي نيشان وأقول له ألف لا بأس على والدته، الله يحفظها ويحميها إن شاء الله ويقومها بالسلامة. جلسة كانت لطيفة لذيذة، ما عندي هذا التوجه اللي موجود عند بعض الإعلاميين اللي يحاولوا يتصيدوا في مية العكرة، واللي يحاولوا يطيحوا الضيف وبعدين they attack him. ماني من هالنوع. أنا الضيف لما يكون موجود معي لازم أحافظ على قيمته وعلى مستواه، وأكن له كل الاحترام والتقدير. ما أحاول إن أنا أطيح منه، وأحاول أمسك عليه زلة لسان علشان أقدم مادة خصبة للصحفيين والإعلاميين وللجمهور علشان يهاجمونه. فالحمد لله مرت على خير. شلون شفتي يعني أحلام عنكم خاصة بمثل هذه الجلسات وفي أسئلة من الجمهور؟ قاعد تشوفين الأجوبة وكنت إعلامية ودقيقة، شلون لاحظتي أحلام عن قرب وإجاباتها؟ هي ذكرت شيء مهم وأنا أشد عليه، قالت أنه أنا تغيرت في العشر الشهور الأخيرة، أعادت صياغة نفسها من أول جديد، أعادت ترتيب بعض أمورها وأدواتها اللي كانت تستخدمها بالسوشيال ميديا. وكذا مرة صادف أن احنا جلسنا مع بعض وكنا نتكلم في هذه الطلطيش الكلام اللي تصير، كنت أقول أنا مثلا من الناس اللي مستحيل تلاقيني أرد على أحد، ولا يمكن، لأنه أنا أشوف الناس اللي تحاول تتهجم علي أو تنتقدني نقد جارح مش بناء، قاعدين يضيعون وقتهم إنهم يتبعون أخباري ويحاولون يتصيدون علي، بينما أنا مشغولة إني أستثمر وقتي علشان أأمن حاضري ومستقبلي، بينما هم مستقبلهم وين؟ مستقبلهم ضايع إنهم يراقبوني ويراقبون عبد الله ويراقبون أحلام ويراقبون باقي العالم. خليهم هم ضيعين وقتهم وراضين عن نفسهم سلامتهم، أنا بالنسبة لي قاعد أستثمر في شيء مهم. اليوم مشاهدة لجين على الشاشة الصغيرة أم في وسائل يعني تواصل اجتماعي أم في التلفزيون؟ في الاثنين، بس لاحظت صراحة للأمانة السوشيال ميديا أقوى للأمانة. يس. وهل شهرة لجين في السوشيال ميديا جعلت منها اليوم سيدة أعمال؟ الحمد لله، بس هو روج لأشياء معينة موجودة أساساً فيني عن طريق السوشيال ميديا، وأنا دائماً أقول أنه السوشيال ميديا هي منصة اليوم للترويج وللتأثير في حال أنك كنت مؤثر حقيقي وليس مؤثر وهمي. تحسين أن لجينك أنت اليوم مؤثرة في الناس في وسائل التواصل الاجتماعي؟ الحمد لله رب العالمين. اليوم لما أشوف أنه عندي تعاون على مستوى حكومات، لما يتم تنصيبي لجائزة الشيخ محمد بن راشد للتسامح، أيضاً اليوم لما أكون أنا سفيرة روتا هي مؤسسة خيرية قطرية، اليوم لما أنعزم على من وزارة الداخلية في الإمارات أن أنا أحضر معرض للأسلحة، وبكرة أنعزم بالعين معرض للمصممات الأزياء، واللي بعده في دبي، فراح تلاقيني في أكثر مكان. هي كلها نابعة من الثقة، لما هذه الجهات على مستوى حكومي أو على مستوى خاص يشوفون أنك أنت أهل لهذه الثقة، أن الإيمج تبعك يناسب الإيمج تبعهم، ما راح تنزل منهم، هذه تعطيك قيمة أكثر، وفي نفس الوقت يخليك تحافظ على هذه الثقة اللي هم حطوها فيك، وبالذات لك تشتغل على يعني مستويات كبيرة مش مستويات صغيرة، فهذه يخليك تطلع فوق، ما تبغى توقف عند مستوى معين أو تنزل خطوة للتحت. هل لجين عمران ماركة إعلامية مسجلة اليوم؟ الحمد لله رب العالمين. اليوم أنا إذا بتلاحظ بالسوشيال ميديا عمري ما كتبت في البايو جنسيتي أو عملي مع قناة معينة، كاتبة امرأة عربية، أحب أكون أشمل، مش فقط محتكرة من قبل جنسية معينة أو منطقة معينة. في نفس الوقت عمري ما كتبت مذيعة MBC ولا مذيعة روتانا، رغم اشتغلت معها القنوات.
خلاص إعلامية ونقطة على السطر، لأنه ما أبغى أنحسب على جهة معينة أو بلد معينة، أنا أمثل نفسي، أمثل امرأة عربية، عشان ما يجي بكرة أحد يتفلسف علي أنت ما تمثلينا، أنت ما تمثلي الجهة الفلانية، محسوبة على القناة الفلانية. أنا مش محسوبة على أحد، أنا محسوبة على نفسي بس. وهذه الثقة جعلت البعض يرى بأن نجومية أسيل عمران محسوبة على أختها لوجين. بعض الناس يشوفون أن لوجين هي من يعني أبرزت أسيل بشكل واضح. والله شوف بقول لك شيء، أنت إذا ما كان عندك موهبة وجاء أحد دعمك وتوسط لك وطلعت على القناة وما نجحت بتطلع مرة ثانية وبينصونك الناس بكرة، بس لما يكون عندك الموهبة وعندك الأدوات الصح يمكن تحتاج على قولة أخوان اللبنانيين دفشة في البداية، أوكي؟ لأنه شئنا أم أبينا ما راح أدعي المثالية، كلنا اليوم نحتاج واسطة. وكذاب اللي يقولك أنا ما أحب الواسطة وما أحب أتعامل الواسطة، كذاب. أول واسطة بتحصل عشان تمشي أموره راح يستغلها، بس الموضوع الواسطة هذه هل هي في مكانها ولا لا؟ فواسطة أسيل كانت لوجين في مكانها؟ واسطة أسيل كانت موهبتها. على فكرة أسيل داخل الإعلام قبلي، كانت صغيرة عمرها 15-16 سنة في تلفزيون البحرين، بعدين من خلال برنامج أسيل أنا دخلت الإعلام. يمكن خلال الفترة اللي كنت فيها في الـ MBC وصباح الخير يا عرب، اليوم لوجين مختفية عن نقطة بدايتها. قد أكون اختفيت على الشاشة الكبيرة بس متواجدة في الشاشة الصغيرة اللي هي شاشة التليفون، اللي صار الناس اليوم يشبكونها على شاشة التلفزيون ويتابعون السناب شات كأنه رياليتي شو. حسين أن الإعلام القديم خلاص اختفى؟ هو ما اختفى، لسه له مكانته وله قيمته، ولكن في إعلام جديد يعني قد يزعلون المدرسة القديمة، ولكن هو بدأ يطغى نوعا ما على التلفاز. أول إذا أحد اختفى عن التلفزيون الناس تنساه، ما كان في وسيلة للتواصل سهلة مثل الآن، الوسائل حتى مش وسيلة، وسائل موجودة متاحة للجميع، فصعب أنك تختفي عن الناس. بالعكس إذا كنت تطلع في برنامج مدة ساعة على التلفزيون، اليوم الناس متابعينك على مدى 24 ساعة عن طريق هذه الشاشة الصغيرة. اليوم في من يراقب لوجين عمران في وسائل التواصل الاجتماعي؟ في ناس عاملين أبراج مراقبة، شغلها الشاغل إنها تراقب الناس. أنا أقول حرام، قاعدين يضيعون وقتهم معانا، لو أنهم يروحون يستثمرون في شيء يفيدهم أو يفيد البشرية، يا أخي يفيدك لحالك أنت مو مشكلة. يبدو أن كل تفاصيل حياة لوجين محط اهتمام الصحافة والجمهور الذين قادهم الفضول لنشر صور كل زاوية من زوايا منزلها الجديد. أخذنا الحوار وما باركتش بالبداية على البيت الجديد. الله يبارك فيك، تسلم. نعم وايد حاسدينك على هذا البيت في السالفة. والله العظيم عبد الله ترى البيت صغير، بس يمكن أنا اشتغلت على الديكور بذوقي الخاص، الناس على بالهم قصر. صرت أضحك مع الأسف، يعني صحف ومجلات لها مكانتها واحترامها كاتبين قصر، واللي ضحكني أروقة القصر، يا سلام عليكم والدقة في الوصف. أي قصر بالضبط؟ حتى ما هي فيلا، تصنيفها تاون هاوس مش فيلا حتى. وأنا أخذتها من تعبي ومجهودي بعد 12 سنة، إذا ما قدرت أني أمن مستقبلي أشتري البيت معناته فيني مشكلة وفيني خلل. أنا كسولة وما عندي التدبير الاقتصادي الصح ولا عندي الفكر الصح أني أنا أأمن مستقبلي، والحمد لله. يعني هذا لو قلت لهم مش عندي ثاني ايش بيسوون؟ اللهم لك الشكر الحمد، كل شيء وصلت لليوم بجهد وبتعب من بعد يعني رب العالمين ومحبة الناس، ولكن ما في أحد مدلي درهم. لذلك دائما أقول عبد الله أنا ممكن أحط عيني في عين أي أحد اللي مدلي مساعدة مادية في يوم من الأيام يجي حط عينه في عيني. هل أصبحت لوجين عمران جدة ولا إلى الحين؟ لا لسه مو الحين بعد. أنا لو بنتي متزوجة في عمري كان أنا جدة الحين، لأن أنا متزوجة عمري 16 وبنتي الحين عمرها 21 وولدي عمرها 20، فلو بنتي متزوجة عمرها 16 وخلفت زيي في 17 أنا جدة الاثنين ثلاثة يمكن، وما عندي مشكلة على فكرة ولا حساسية في هالموضوع، أخلي اللي يحكي يحكي، أنا واحدة متصالحة مع نفسي، حياتي حلوة وراضي عنها. نعم تضايقين الجيم بعض الصور اللي يكون بيفور وآفتر ويحطوا لي صور قديمة؟ أنا لو بس أعرف الهدف منها أوكي، وطلعت الصور وبيفور آفتر وبعدين خلاص خلصت كل المواد لهالدرجة عندكم ضعف وفقر في المواد والمحتوى اللي تقدموه تبحبشون، طلعوا نقص مني شيء ولا حاجة، مستمرة مثل القطار الحمد لله. تضايقين منها يعني؟ لا لما يطلعون صورة أن أكون في وضعية مثل أني عارف ممكن تكون وضعية أنك أنت مستغرب رافع حواجبك فوق وفاتح فمك، أو أنك قاعد تاكل وفاتح فمك كأنه جراج ما شاء الله، فما تخيل ويأخذون الصورة هذه ينشرونها. أو أنه يحطون تعليقات غير لائقة مثلا، سابقا كنت أنزعج، الحين يمكن أدخل أحط بوست أسوي لايك لكل الناس اللي أنا عملت لها فولو، لأنه بالنهاية ليش أبخل عليهم ببلاش وأطلع.
بس ايش يتداول عني؟ حتى انا اقول لك اللي حوالي اهلي ربعي اي شيء ينكتب عني ما بعرفه. احنا مقبلين على شهر رمضان الكريم يعني، ومعروف في برامج شهر رمضان هناك برامج المقالب. كنت ضيفه في احد هذه البرامج بالأسف. وكان البرنامج يعني المقلب مفبرك احنا سمعنا. يا ليت مفبرك، لو بقول لك شيء انا دمعتي ما تنزل تنفيذ ابدا يعني، لما وعمر ما احد شافني معصبه ولا راح افتعل اني معصبه ابدا، ما اعرف اصلا يعني. لما يجون مخرجين اليوم يقولي تعالي مثلي، ما اعرف امثل، مثل ما انت تشوفني قدامك هذا انا، ما راح تلاقي شيء ثاني. لما يكلمني يوسف حرب، هو منتج برنامج شط بحر هوا اللي انا اثق فيه تماما، ويخبرني انه حنروح نصور الموسم الجاي اعلانه في المغرب، لانه احنا حنروح نطلع من المغرب، اكيد راح اصدقه. وبعدين اشوف مدى صراحتي وشفافيتي معك. قريت تغريده لم فاهد ان حاجه عن رامز وتصوير رامز ومقالب في المغرب، فكنت اقول لمهيره اقولها معقول ان ماخذيننا مقلب؟ قالت لي انا بدل فاري لعبت عبي. لا خليني اسال يوسف. كلمت يوسف حلف لي انه ولا مقلب ولا شيء تصوير اعلان. فقلت بيني وبين نفسي خلاص لا تصير انت فوت كابين السالفه، تصوير اعلان الرجال صادق معك وصار لك كم سنه تشتغلين معه. فرحت بناء على كلمته من المطار للأوتيل للمقلب، يعني حتى ما فكرت لي لحظة لما أشوف واحد إيده شابة نار ولا انفجار قاعد يصير، ولا يمكن يخطر على بالي أنه هذا مقلب. لذلك أنا كثير عصبت وتنرفزت كيف أنهم طيحوني في هذا المقلب، واللي أكثر لما افتكرت أن زميلتي فقدت الوعي، فمت من الرعب. أول شيء طلع قدامي بنتها اللي توها مولودة عمرها شهور وزوجها، وقلت صبها تتاك بسببها، علشان كذا سوري أني تلفظ عليه لأنه ما حسيت أن في ذرة إنسانية أن يسوي فينا هالمقلب. ممكن أنت لو جين شاكين في مساعدة مثل هذه المقالب مستقبلا؟ ولا يمكن أبدا، مستحيل. أنا خلال دقائق قليلة في موقف بدي أعلنه كتير ضروري بكتير مهم، وبتمنى من كل الزملاء وكل الفنانين أنهم يتابعوني بعد شوي، لأنه في إشياء ضروري لازم يعرفوها. هذا الفيديو القصير أقام الدنيا ولم يقعدها، حيث اتهم الإعلامي طوني خليفة أحد زملائه باستدراجه لبرنامج مقالب شهير. فجأة إجت صورة رامز جلال على راسي، إنه بس إنه رامز جلال ممكن عم بيستدرجني لبرنامج مقالب، بس ولو معقولي نشان نشان. يبدو أن تحليلات طوني لاقت تأييد بعض نجوم الفن والإعلام، في حين آثر البقية عدم الخوض بالموضوع. هو السوشيال ميديا تبع طوني اللي حضرتك امبارح تكلمت فيه وحكيت وكذا، وهذا أخذها بعين الاعتبار في عملنا إيميل نحن بنعتذر عن تصوير هذه الحلقة. روايات وتساؤلات عديدة تداولتها كل وسائل الإعلام، رد عليها نيشان ببوست على الإنستغرام مظهرا تفاؤله بزوال الأزمة. اليوم يتداول اسم زميلك نيشان في مقلب خاص لرامز. سمعت عنه. شنو تعليقك على هالموضوع؟ ما أعرف ليش نيشان قبل أنه هو يكون وسيط لمقلب قد يودي لا سمح الله بحياة بني آدم أو أنه يؤذي صحته، ما أعرف يعني إيش اللي خلاه صراحة يدخل في هذا الموضوع. ما أقدر أحكم من بعيد، لازم أقابل نيشان وجه لوجه وأسأله. العادة أنا في ختام لقاءاتي يكون معي اتهامات ومجموعة من الاتهامات، اليوم اللي جاي نسلمت من هذا الموضوع. خذ راحتك، أنا ما عندي مشكلة في أي اتهام توجه لي. شكرا لك على وجودك اليوم. الله يخليك عبد الله، تسلم. إن شاء الله بالسلامة. الله يخليك، شكرا جزيلا كلك. حياك الله. أقر وأعترف أنا لجين عمران إني مسؤولة مو عن كل كلمة، عن كل حرف قلته في هذا اللقاء، بكل حب وبكل فخر وبكل قناعة.